يحوت يونس الهادي الأمين، نجيته من غمي وكذلك تنجي المؤمنين. جوف ظلمات ثلاث سطعت كما النور المبين. سبح الكون معه لمن علا وأبدع، فالتقى ما أرواه في قلوب المتقين. قالها في بطني حوت يونس الهادي الأمين. لا إله إلا الله، ما لنا سوى. قالها كل الدعاء عن جميع المرسلين. جاءوا بالتوحيد غاية ورشادا وهداية، نورها في كل آية في طريق العابدين. قالها في بطني حوت يونس الهادي الأمين، نجيته من غمي وكذلك تنجي المؤمنين. هل تؤمن بأن داخل جسدك روحاً هي التي تمنحك الحياة؟ فإذا فارقت جسدك فارقت أنت الحياة؟ نعم، أؤمن بأن روحاً داخل جسدي هي التي تمنحني الحياة. تؤمن بوجود الروح وأنت لا تراها، لأنك لمست دليلاً على وجودها هو حياتك نفسها. وهكذا نؤمن بالله ونحن لا نراه، لأننا لمسنا دليلاً على وجوده وهو كل الكون من حولنا. العالم روبيل. سيدي الوزير، أنا قلق عليك. لماذا؟ لأنك تدخلت في أمر ملكي وتوسطت للعجوز نيهار لدى الأميرة جولدا. العجوز نيهار تحتاج أن نساعدها، ماذا تفعل لو تخلى الكل عنها؟ وهل تعتقد أن الأميرة ستساعدها حقا؟ نعم، دينها يحثها على ذلك. دينها الذي جعلها ترفض الركوع للربة عشتار؟ وماذا فعلت لنا الربة عشتار حين ركعنا لها؟ لم تستجب دعاء، ولم تشفي مريضا، ولم تغني فقيرا، ولم تحمي ضعيفا. روبيل، كيف تقول ذلك في حق الربة؟ وهل تراها ربة بحق؟ لم أرك تزور المعبد منذ سنين طويلة، ولا تقدم لعشتار أي تقرابين، ولا تخضع لها بفروض الطاعة والولاء. أتراقبني يا روبيل؟ نعم، لأنني مثلك، لست على يقين من أن عشتار ذلك الصنم الذي لا حيلة له. هو الذي خلقني ويرزقني ويمنحني القوة التي أحتاجها في حياتي. خلقني وخلقك الله الذي نتقرب إليه بطاعة عشتار. الله لا يحتاج إلى وسيط بيننا وبينه، وسيط لا يرى ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع. من قال لك هذا الكلام؟
قاله الشاب الصالح يونس، فصادف حقيقة راسخة في قلبي حاولت أن أهرب منها طيلة عمري. أيتها الشجرة العجوز، نضبت ثمارك وانحنت فروعك الضعيفة، ربما احتجن منك ما هو أكثر من ذلك، فرعا من فروعك الضخمة يسقط من تلقاء نفسه في المكان والزمان المناسبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الحارس، أيها الحارس، هل تسمعني؟ ماذا تريدين أيتها العجوز؟ وكيف سمحت لنفسك أن تأتي إلى القصر؟ أنا على موعد مع الأميرة جولدا. أنت على موعد مع سمو الأميرة؟ نعم، افتح لها الباب. أمر مولاتي. مولاتي الأميرة، أنت العمة نهار؟ نعم يا مولاتي. قال لي روبيل العالم إنك على استعداد لمساعدتي. حقا، هيا بنا إلى الداخل لأستمع إلى شكواك. شكرا مولاتي العزيزة. ما هذا؟ الأميرة تستقبل هذه العجوزة الخرفة لتستمع إلى شكواها؟ إنه أمر لم نعتد عليه في بلدنا. على أي حال ستكون فرصة عظيمة لإنجاز مهمتي قبل أن تخرج من القصر. سامحني أيها الفرع المسكين إن قطعتك من شجرتك، ولكن يكفيك شرفاً أنك ستساعدني في هذه المهمة التاريخية وستخلصنا من الأميرة التي أفسدت علينا حياتنا. ماذا سيفعل الحارس بفرع الشجرة؟ سينفذ به المهمة التي طلبها الكاهن منه. سيقتل الأميرة جولدا؟ لا تستعجل الأحداث، سترى بنفسك. كيف لحارس في القصر أن يستجيب للكاهن الخائن سارق الكرابين؟ لأن الحارس خائن هو الآخر وأخذ رشوة من الكاهن. وما معنى الرشوة؟ أن تعطي مالا لأحد مقابل أن يصنع لك شيئا غير مسموح به وغير قانوني. والذي يأخذ الرشوة هو الآثم؟ والذي يعطيها له، فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في النار. والراشي لماذا يدخل النار؟ لأنه حاول أن يأخذ شيئا ليس من حقه، ولأنه شجع المرتشي على فعل الخطأ. وكيف وافقت الملكة الأم على فكرة الخلاص من الأميرة جولدا؟ لأن الملكة الأم خشيت كما خشي الكاهن من أن تصرف جولدا أهل نينوى عن عبادة الأصنام. وماذا سيفعلون مع سيدنا يونس وهو الذي بعثه الله إلى نينوى من أجل ذلك؟ ها أنت قد عدت لاستعجال الأحداث، انتظر حتى تعرف بقية القصة. حسنا يا عم، الآن رأيت حجة الأرض بعيني وعرفت أن لك كل الحق في المطالبة بحقك فيها. وكيف أستعيدها وقد بنى الملك سرجون توسعة قصره عليها؟ يعطيك الملك سنحريب تعويضا عنها. وهل سيوافق الملك على ذلك؟ سأتحدث إليه وأحاول إقناعه. بارك الله فيك، أعرف أنه يحبك ولن يرفض لك طلبا. هذا ما أتمناه. ولكن الملكة الأم سترفض ذلك، لقد طردتني من ساحة المعبد عندما طالبت بحقي. الملكة الأم لا دخل لها بهذا الأمر. أنا لا دخل لي بالأمر؟ هذا حق لك عند الملك الراحل سرجون، ويجب أن يدفعه لك الملك الحالي سنحريب. الشكر لله أنه تزوج فتاة مثلك تحاول أن تعطي كل ذي حق حقه. انتظري حتى يعود الملك سنحريب من رحلة الصيد، وأعدك بحل المشكلة بإذن الله. سأنام قريرة العين حتى يعود الملك، وسأدعو لك وله بكل خير.
اللهم بارك فيها واحفظها لنا ووفقها لما تحبه وترضاه. تعال أيها الحمار المسكين، ها هي بقرة العمة نهار التي شفيت بين يوم وليلة، وما الشفاء عنك ببعيد. يا عمة نهار، يا عمة نهار، أليست في المنزل؟ أين ذهبت إذن؟ يا عمة نهار، يا عمة نهار. نعم يا ميليخة. أين كنت يا عمة؟ كنت في قصر الملك، وعدتني الأميرة جلدة باستعادة حقي في أرضي المسلوبة. هنيئا لك يا عمة، حقك في الأرض وشفاء البقرة. مليخة، أتحسدني على شفاء بقرتي؟ أبدا يا عمة، أنا فقط أريد أن أعالج حماري مثلما عالجت أنت بقرتك. وماذا به حمارك؟ مريض منذ 5 أيام، لا أستطيع أن أركبه، وأخشى أن يشتد مرضه فيركبني هو. الحق يا ميليخة، ما عالجت البقرة، إنما ربط عليها الشاب الصالح يونس ودعا لها بالشفاء فشفيت في الحال. الشاب الصالح يونس؟ لقد سمعت عنه كثيرا. أين هو ليدعو لحماري فهشفى هو الآخر؟ ها هو قد عاد من عمله. كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين. يا غافرا لكل ذنب وقابلا لكل توب، كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين. اغفر ذنوبنا الكثيرة واجبر قلوبنا الكثيرة، يسر أمورنا العسيرة واجعلنا ربي صالحين. اغفر ذنوبنا الكثيرة واجبر قلوبنا الكثيرة، يسر أمورنا العسيرة واجعلنا ربي صالحين. يا غافرا لكل ذنب وقابلا لكل توب، كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين. يا غافرا لكل ذنب وقابلا لكل توب، كشفت عنا كي نكون شاكرين. لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين، قالها في بطن حوت يونس الهادي الأمين. نجيته من غمه وكذلك تنجي المؤمنين.